شاء الله. تكونش بتشك فيا؟ لا انت بتقولي ايه؟ تتهرجي ولا ايه؟ اشك فيكي وانتي وش زهالك؟ امال بتقلقي ليه؟ عايز افهم انا. خايف عليكي، خايف عليكي، خايف عليكي من الديابه لا ياكلوا لحمك يا لولو. الكلام المايع البايخ اللي ملوش طعم اللي انت عمال تقوله بقالك فتره كده انا مش فاهمه، كلام مش مريحني ومش فاهماه. ومن هنا رايح كلامي مش هتفهميه وهقول كلام كتير، ولا مش فاهمه انا هفهمه له. طب انا عايز افهم بقى، هات من الاخر من غير لف ودوران، خلصني يا حبيبي خلصني. هخلصك يا بكحه، تعالي اقعدي، هخلصك يا لولو. اتفضلي اتفضلي، شوفي نفسك وانت عايقه، اتفضلي اتفضلي اتفضلي، شوفي نفسك وانت قاعده مع الكلب اللي انا لميته من الشوارع. مش من الكلب بس، لا ده مع ابوه. عاوزه تقعدي معايا يا بنت؟ عاوزه ينزل ليلي ويكسرني؟ انا كل اللي بيني وبين سيد الدقاق شغله وبس. حلو حلوه، شغل شغل معاه، شغل من ورا ظهري. يمكن عايزه تعملها لي مفاجاه ولا حاجه. طب وابنه يا بنت؟ انا هسكت بس عشان لسه فاكره كل الحاجات الكويسه اللي كانت بينا ومش عايزه اخسرك. لا اصيله، ده انا شايفك بعينيا دول وانت خارجه من اوضه الولاد في المستشفى. هو انا مش طلبت منك الطلاق؟ ما تطلقني يا اخي، طلقني بقى واعتقني لوجه الله. هطلقك، هطلقك بس بعد ما اخد كل فلوسي وارجعك تاني شحاته زي الاول. انا عمري ما كنت شحاته على فكره، ده من دي وان كان في ديل بيني وبينك وانت فاكر كويس ووافقنا عليه. انا الشباب والجمال والتعليم وانت الراجل اللي معاه فلوس ونفسه في الشباب. ماشي ماشي يا صاحبه الجمال والدلال، ماشي. يعني كل اللي انت كنت بتعمليه معايا ده كله ايه؟ تمثيل؟ امال فين الحب؟ حب؟ حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ يا حبيبي ده كان تكميل للصوره الاجتماعيه، وانت كنت عارف من الاول. اوعى تقولي ان انت ما كنتش عارف وباصم بالعشره. وبعدين انت ناسي ان انت زحفت على رجلك عشان اقبل اتجوزك؟ كل الفلوس اللي انت صرفتها عليا عشان اقبل بس ان انا اعيش معاك. انت مالكش حاجه عندي يا جاد، واعلى مفخرك اركبه. اعلى مفخير ان انا ارجعك شحاته. انت بتضربني يا جاد؟ بتضربني؟ بتتعافى على واحده ست؟ يا مجنون يا كافر، بتضربني؟ ايوه انا اضربك وكسر عظمك كمان. يا سفله يا مجرمه يا سفله، انت يا خاينه يا كافر، يا خاينه يا كافر، الجزمة بتستقرضني. أنا معاش ولا كان اللي استقرض جاد المنياوي. شوفوا لكم حل في الصحفي ده. أنا مش عايز أغضب عليكم. بدل ما نقفل الجورنال، ودي مش أول مرة، الأسباب مش هنغلب فيها. لا أنا ما أكلمش سيد وهو بيتشرف فيه زينا. ده آخر إنذار ليكم. مع السلامة. ما مش معقولة برضو يا مدام عليا. بلد زي اللي احنا فيها دي حقوق المرأة تبقى فيها ضايعة؟ مش ممكن، مين يقبل كده؟ اهدي بس اهدي يا لقاء. اهدى ازاي بس يا فندم؟ اهدى ازاي؟ يعني معقولة حضرتك موجودة في الدنيا دي بتدافع عن حقوق المرأة وستات مصر كلها مظلومة؟ والله العظيم ثلاثة اللي هجيب لك حقك تالت ومتالت وهدفعه التمن غالي. بقول لحضرتك ده انا لما هددته بيكي قال لي بيخليها تنفعي. لا هنفعك، هنفعك وهقف جنبك طبعا، وهوديه في 60 داهية. وهيبقى قليل عليه قوي يا مدام عليا اللي هيحصل ده. مالك يا علياء؟ في ايه؟ زي حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. متعصبه كده ليه؟ ما مش معقوله اكون بعمل ندوات وجمعيات لحقوق المراه ومش عارفه اجيب حق صاحباتي. مالها لقاء؟ جوزها المجرم ضربها بوحشيه. معقوله يعمل كده؟ ايوه عمل كده يا فندم، وانا جايه النهارده بستنجد بربنا وبحضرتك ومدام عليا تخلصوني منه. انا بجد عايزه اتطلق. بص يا لقاء، انا عندي مهمه عمل في فيينا، واول ما ارجع اعتبري دي مهمتي، ما تشغليش بالك بالموضوع ده. السلام عليكم. اما يا حاج الطلبيه الاخرانيه دي التجار بتخطفها من بعضيها، لو فضلوا يشتروا بالمعدل ده المخزن هتفضل كمان اسبوعين ان شاء الله.
ومفيش اخبار عن الراجل اللي اسمه جاد ده؟ والله السوق هو الحكم بينا، نشوف بضاعة مين هتتباع قد ايه لمين. والفلوس فين بقى؟ فلوس ايه يا حاج؟ هو احنا مش في ميعاد بينا حد؟ في ناس عايزينك بره حاج. ناس مين يا ابني؟ مالوش. طب شوف مين يا يوسف. حاج سيد موجود؟ ها؟ حاج سيد. سيد. اهلا وسهلا. انا الحاج سيد الدقاق. معايا السيد على السيد الدقاق وابن يوسف سيد الدقاق. مين حضراتكم بالظبط؟ امن دولة. امن دولة. اجهزة التصنت اللي مالية السوق دلوقتي. شكل اقلام ومفاتيح عربيات وغيره. يا باشا احنا سمعنا كل اللي حضرتك بتقول عليه ده، بس احنا مالناش دعوه. معلوماتنا بتؤكد ان انتم اللي دخلتم الاجهزه دي البلد. انت بالمؤاخذه يا باشا المعلومات دي مش صح. المعلومات دي مش صح. انا باكد لسعادتك انها معلومات مش صح. طب سعادتك يا باشا البضاعة اللي ظبطناها عندك شاريها من مين يا باشا؟ من عند الحاج سيد دقاق. سعادتك يا باشا بضاعتك ايه اللي شاريها من عند الحاج سيد الدقاق يا استاذ باشا؟ ايوه من عندك ومن عند الحاج سيد دقاق. يا استاذ باشا يا حبيبي ده كلام يا راجل. ده انا بقول انت راجل طيب وحبيبي. ده كلام تقوله؟ يعني معقول يكون الحاج جاد العظيم صاحبي وحبيبي زقك وصلتك علينا عشان تقول الكلام ده؟ الحاج جاد ما زقنيش ولا حاجه يا حاج سيد. وبعدين الباشا عنده صور الشيكات اللي انا واضيح على نفسي تمن البضاعه اللي انا خدتها منكم. ايوه الشيكات ده هتقول لناها يا باشا. اهو الشيكات دي تمن البضاعه اللي انت واخدها، اللي هما دنيون والموفره النجف اللي انت شلته. اللي هما دنيون ايه وموفره ايه ونجف ايه يا استاذ يوسف؟ الله، انا ما شدتش غير بضاعه التصنت بتاعه الاقلام اللي انت وريتها لي. طيب عدم المؤاخذه يا استاذ وانت راجل عظيم، يعني انت معاك اي ورقه تثبت انك خدت بضاعه زي دي من عندنا؟ وهو معقول برضه هتكتبه في الفواتير بضاعه زي دي؟ طب يا سعاده الباشا احنا فيها المخازن قدام سعادتك، دور فيها لو لقيت حته واحده من البضاعه اللي بتقولوا عليها دي يبقى عندكم حق. لا ما انت ما شاء الله عليك منظف مخزنك اول باول. الله ده احنا بقى بضيعنا من داسه واحنا نايمين على ودنا. روح انت يا باظ. تحت امر سعادتك يا باشا. يعني انت ما تعرفش حاجه عن البضاعه دي يا حاج سيد؟ لا طبعا يا باشا. ولا عن الترامادول والادويه الممنوعه اللي بيجيبها يوسف وسط البضاعه اللي جايه من الصين؟ لا لا الترامادول ايه يا باشا بس؟ لا 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 انت عايز تلزقني اي تهمه وخلاص ولا ايه؟ وانت خطوبتك امتى ان شاء الله بقى على بنت معالي؟ قريب ان شاء الله وهنبقى نعزم سعادتك باذن الله. الله وايه حكايه خطوبته دي كمان؟ ده احنا معمول لنا ملف هنا بقى واحنا مش دريانين. قريت التحقيق ده يا حاج؟ التحقيق يا باشا ان شاء الله. اللي كاتبه ايهاب اخويا يا حاج. ايوه كاتب ايه يعني؟ كاتب عن اجهزه التصنت والادويه اللي بتتهرب من المينا والبضاعه اتصورت وهي في وسط الكونتينرات بتاعتكم. ده كلام يا باشا ده كلام. اتصورت جوه الكونتينر. طب ما هو اي حد ممكن يرمي في الكونتينر ده اي مصيبه وبعدين يلزقها لنا ويصور. وكاتب كمان ان تخريب اقتصاد البلد بيجي من المواني والمطارات. انتوا كده لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمه ربنا تنزل. بص يا باشا سعادتك ولا التحقيق بتاع الجورنان ده ولا كلام الراجل اللي اسمه الاستاذ اباظه ده يثبت ان الحاج سيد مدخل اي حاجه. مفيش دليل يا باشا مفيش دليل. عموما احنا لسه فيها والتحقيق هيفضل مفتوح ولازم هنلاقي دليل. الو اهلا اهلا يا معالي الوزير. موجودين قدامي معالي. انا حتى كنت ببارك لهم على الخطوبه. لا لا مجرد كام سؤال روتيني وهيمشوا على طول.